السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد المائدة السحور راها لذيذة وصحية. المائدة غادي نحتاجو طاجين ديال الدجاج بقرعة سلاوية، غادي نحتاجو شلاضة، نحتاجو ديسير. هنايا بالنسبة للدجاج عندي هنا 500 غرام ديال الدجاج، عندي شوية هكذا المعدنوس، واحد كسيطة المعدنوس، جوج دريسات ديال الثومة، عندي هنا 200 غرام تاع البصلة يعني زلافة صغيرة، عندي هنا 200 غرام دمطيشة تقريبا نص زلافة، عندي هنا كيلو نتاع القرعة السلاوية، عندي هنايا بالنسبة للتوابل الملحة، عندي هنا العطرية. هنا بالنسبة للسحور ما خصناش نكثروا العطرية، ما خصناش نكثروا الحرور الحامض، الحاجة اللي فيها عندك العطري الحرور والحامض هادو كنجتنبوهم بالنسبة لمائدة السحور. هو في رمضان كامل ولكن في المائدة السحور اكثر واكثر. هنا عندي نص معلقه نتاع سكنجبير، المعلقه الصغيره، نص معلقه صغيره نتاع سكنجبير بحال هذا الخرقوم. هنا بالنسبه للفلفل الابيض ماشي الاسود، لان البيض ما كيكونش حار بحال الاسود، هذا ربع معلقه، المعلقه الصغيره الربع ديالها. هنايا عندنا زيت الزيتون، كنقطو السلاويه ديالنا كنقطوها كنديروا لها هكا بالموس، راه حنا ماشي كنقشروها، حنا غير كنكرطوها غير هكا، ماشي يعني كنقطو ونقشرو، هما كنبقى حتى كنكملوها كامله بالتنقيه باش نقطعوها. هنا بعد ما كنقيو السلاويه ديالنا القرعه السلاويه هنا كنقطو، كنخليو تقريبا واحد 10 نتاع السنتيم هكا وكنقطعوهم. نقطعناهم دابا هذا الراس الرقيق، هذا كنقسموه غير هكا على جوج، وكنحاولوا نحيدوا غير ديك واحد القلب كيكون بيض ومفشفش، ولكن ما كنحيدوش بزاف. هانتوما هذا بالنسبه للراس الرقيق. هنا بالنسبه للراس الغليظ هانتوما تشوفوا كيفاش داير، وهي الخضره دائما كتبغي تكون طريه ما تكونش قديمه. كل ما انت كتضربي بالموس انت كتسمعي واحد الرنه واحد الصوت، كله كتكون الخضره طريه كتجي زوينه، يعني الخضره كي تنقولوا حنا كترطق باقا طريه. هنا القرعه بعد ما غسلتها وصفيت عليها ديك الماء، غادي نزيد عليها الدجاج. الدجاج انتما تشوفوا راه مقطع غير طرفه صغار ماشي كبار. هنا غادي نزيد عليهم هاد البصله والمعدنوس. هنا هاد الطاجين ديالنا ما غادي نشحروش، يعني غادي نخلطوا التوابل كاملين، غادي نزيدهم عليهم هاد مطيشه. مطيشه راني حكاها في حكاكه رقيقه. هنا الملحه على حسب الذوق، غادي نزيد هنا هاد التوابل ديالهم. هنا غادي نزيد هاد الثومه ديالي اللي دي ديك جوج دروس ديال الثومه. هنا دابا غادي نخلط هاد الدجاج مع الخضره اللي عندنا، كلشي غادي يتخلط باش كلشي ياخذ حقه في التوابل. هنا كنخلطهم، كنخليهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق باش عاد نديرهم في الطاجين على ما شربوا العطريه مندمجات مع بعضياتها. هنايا كنحطو الطاجين، هادوك العويدات نتاع المعدنوس، هاد العويدات هادو ديال المعدنوس هادو ما كنرميهمش، هادو فاش كنجيب المعدنوس كندير ديك الوريقات وهادو كنجمعهم وكنديرهم في المجمد فوق ما بغيت نصب الطاجين، كنلقى العويدات عندي موجودين، هادو باش الدجاج او الخضره ديالنا ما كتحرقناش. هو ما كيحرقش ولكن احتياط ولذة. هنا كنستفو الدجاج ديالنا هو الاول، هنا راه هو شرب. هنا درنا الدجاج، دابا غادي نبداو نستفو الخضره ديالنا. كنديروا هذا الوجه اللي خضر بزاف، هذا الوجه البيض كنديروه من الداخل
وهذاك الوجيه الخضر هو اللي كنديروه مع لا برا. يعني انتم كتشوفوا الخضره ديالنا راها متبله بالعطريه وبالبصله ومطيشه وكلشي فيها. هنا كنبقاو حتى كنصوبوا الطاجين ديالنا كامل. هنا بعد ما صوبت هاد القرعه هكا في الجناب، انتم شفتوا كيفاش لها كتبقى لنا هاد البصيله هذه، كنديروها مع ديك مع الميه اللي تلقى الدجاج وتلقات القرعه. هنا القرعه راكم عارفينها كتلق الماء. هنا كنجيبوا هاد البصيله هذه وكنديروها هكا في الوسط فيها بمطيشه بالعطريه ديالها، كنديروها هكا في الوسط. ولكن عندنا القرعه كلها متبله بالعطريه ومطيشه والبصله، يعني ما كتجيش الخضره ديالنا باسله. هنايا غادي نزيدو تقريبا واحد جوج معالق كبار نتاع زيت الزيتون، وحتى ان شاء الله فاش يقرب الطاجين ديالنا يطيب غادي نعاودو نزيدو واحد جوج اخرين. هنايا راحنا الطاجين ديالنا زدنا له 6 المعالق كبار ديال الماء غير هكا في جنيب. دابا غادي نسدو الطاجين ديالنا وغادي نديروه يطيب على عافيه تكون مهيله، ما نديروش العافيه مجهده، عافيه تكون مهيله باش الدجاج كيطلق لنا الماء ديالو، القرعه كتطلق لنا الماء، البصله. يعني ديك هاد 6 المعالق اللي درت راه ما نزيدش عليهم والو، في هادي طيب لنا الطاجين. الطاجين ديالنا راه هو كيطيب. هنايا دابا غادي ندوزو للشلاطه. الشلاطه انا غادي نعطيكم هاد الكميه وانتم كل واحد يدير على حسب شنو كيبغي. هنا عندي 300 غرام ديال الخس، عندي 300 غرام ديال الخيار، عندي 200 غرام تاع الفكوس، عندي 200 غرام المطيشه. هنا عندي عريشات نتاع النعناع، يعني لي قامه باش كنديروا اتاي. هنا كلشي غادي نغسلوه، غادي نقيوه باش نقطعوه. هنا الفكوس كنكرطو غير واحد شويه ماشي بزاف، وكندير واحد جبابنا فيها الماء وكنقرطو هكا تنكيس، كنديروه نقيوه كنديروه هكا تنكيس، كنخليوه في الماء. هذا ضروري باش نديروه في الماء. هنايا عندنا الخيار كان ما كنقيوش كامل، كنقصو غير منه شويه وتقطع كيبقى لكم الاختيار. كيمكن لكم ديروا هكا دوائر، كيمكن لكم ديروا هكا مكعبات. يعني كنقطعوا الخياره كنقسموها على جوج، نعاود نقسموها على اربعه وكنديروهم هكا مكعبات. يمكن كيبقى لكم الاختيار كما بغيتوا ديروا ديروا. هنايا المطيشه راه حنا نقيناها، حيدنا لها الجلده وحيدنا لها الزريعه، وحتى هي غادي نقطعوها كما الشكل اللي بغينا. المهم نديروها كبيره ما غادي نديروها صغيره. الخس راه عندنا مغسول مزيان ومقطر، مقطرينو من الماء كنقطو كنديروه هكا وحده في قلب وحده في قلب وحده باش ما غادي نقطعوش كل وحده بوحديتها، غادي تاخذ لنا الوقت. هكا هنا عندنا هذا النعناع. هذا النعناع بالنسبه للصيان راه هو كيبرد. علاش درتو؟ انا مولفه كندير المعدنوس، ولكن حتى هذه لقامه يعني النعناع حتى هو صحي، كيبرد العطش ومنعش، وديروه غادي يعجبكم. واللي ما بغاش يدير هذا النعناع يمكن له يدير المعدنوس. القدره ديالنا يعني اللي قطعنا راه كلها مصفيه، يعني قطره ما فيها لا ما لا والو. هنا دابا غادي نزيدهم على ديك الفكوس هكا، حنا زدناهم. دابا هاد الشلاطه ديالنا غادي نخليوها هكا، غادي نغطيوها وغادي نبغيو نقدموها. عاد نديرو لها واحد لاصوص خفيفه، لاصوص فيها معلقه د الحامض وفريت تاد الملحه وواحد معلقه زيت البلديه. الشلاطه ديالنا راه كتبرد. دابا غادي ندوزو نصوبو الديسير. الديسير هذا اقتراح، وانتوما راه اي حاجه كانت عندكم يمكن لكم ديروا بها، يعني ماشي بالضروري باش يكونوا هادشي، ولكن كاينين حوايج اخرين. المهم حنا كنديروا الفاكهه الموسم، اي فاكهه كاينه في ديك الموسم الا كنديروها. عندنا هنا 200 غرام ديال المشمش، عندنا 300 غرام ديال الفريز، عندنا 200 غرام تاع الكيوي، هنا عندنا تفاحه فيها 200 غرام، عندنا 300 غرام ديال البنان. وهنا كيمكن لكم تحيدوا حاجه وتزيدوا حاجه، ممكن يمكن لكم تحيدوا التفاح وديروا البطيخ، يمكن لكم ديروا الدلاح، يمكن لكم ديروا المزاح، يعني اي فاكهه بغيتوا ديروا بها هاد الديسير هذا راه ممكن. هنا الديسير ديالنا غنغسلوه ونقرضوه ونرجعوا.
هنا الديسير ديالنا بعد ما قطعناه هانتوما كتشوفوا كنديروهم هكا مكعبات صغار كلشي بحال بحال. هنا دابا غادي نجمعهم في واحد الجبانه ونغطيوهم مزيان وندخلوهم للثلاجه يبردوا. هنا بعد ما دازت 60 دقيقه الخضره ديالنا راه طابت، الدجاج ديالنا راه هو طايب. هنا راني زدتو جوج معالق كبار نتاع زيت الزيتون. هنا دابا غادي نخليه غير واحد 3 ولا 4 دقائق صافي ونطفي عليه. المائده ديالنا هي واجده، الطواجن ديالنا هو واجد، الشلاضه ديالنا هي راه واجده نتوما تشوفوا. هنا الشلاضه راني ما درتلهاش التوابل، التوابل درتهم في هذه القريعه، معلقه ديال الزيت زيت الزيتون، معلقه الحامض، معلقه ديال الماء، قبيصه الملحه كنحطهم، هادو غير اختياريين. بالنسبه للشلاضه حنا راه ما دين نقدموهاش في الطبيصلات كما مولفين في سير الفطور، هنا كنهزو غير القياس، كل واحد كيهز القياس ديالو وكيديرو في الطبسيل باش ما تبقاش الشلاضه مرونه، والشلاضه اللي بقات كنعاود ثاني نغطيوها ونردوها للثلاجه حتى لغدا ما كيوقع لها والو حيت ما فيهاش العطريه. هنا بالنسبه للديسير ديالنا، الديسير ديالنا نفس الشلاضه حنا مغطيينو هانتوما كتشوفوا، ما مخلطناه ما والو. هنايا حتى هو كيتقدم فرضي، هذا كنخلطوه كنحطوه الديسير، كنحطوه الياغورت اللي راه سبق لي وحضرته لكم. علاش ما خلطتوش؟ باش اللي بقى لنا ما يبقاش يعني مرون. كتهزي الديسير كديريه في زليفه، كتهزي دانون كديريه فوق منه، اولا تاكليه هكاك بحال بحال. هنا عندنا هذا عصير، عصير الحامض والحليب وزدت عليه لقامه. هكا كنتمنى الفكره تعجبكم، وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحه والراحه.